مرة طبعا وصلت فيها المسرح بالنسبة لي كان حلم، لأني كنت دايما بفرج عليه 10 سنين، وكنت نفسي أن أنا أقف على المسرح ده وأغني. كنت مبسوط جدا، دخلت طبعا كنت مبهور بالمسرح، وقعدت أبص حواليا طبعا أن أنا بكتشف كل حاجة كانت حواليا فيه، والحمد لله يعني وصلت ان انا فعلا اغني عليه. وكان بالنسبه لي اول برايم ده حاجه يعني ما حصلتش بالنسبه لي، كنت متحمس جدا وكنت حاسس قد ايه مبسوط ان انا هظهر بقى للناس، واول مره بقى الناس هتشوفني على المسرح اللي انا بقى لي فتره عايز ابقى عليه. فبجد ده كان شعور بالنسبه لي بسطني جدا يعني. طبعا اول مره دخلت فيها الاكاديمي، اول ما حطيت رجلي جوه الاكاديمي طبعا كنت مبسوط جدا، جرينا على كل مكان عشان خاطر نكتشف الاماكن اللي موجوده في الاكاديمي. كنت نفسي ان انا اشوفها طبعا لايف، مش زي ما انا بشوفها في التلفزيون طبعا. بجد كنت مبسوط، واول نهار بالنسبه لنا كان حاجه ان احنا بقى بدانا ان احنا ازاي نعرف بعض، ازاي نتعامل مع الكاميرات، ازاي هنساعد بعض، ازاي هنحب بعض، ازاي هنلعب مع بعض، ازاي هنغني، ازاي كل الكلام ده. فعلا حسيناه اول يوم، وحسينا ان احنا يلا يعني اللي هو بدا المشوار، وازاي بقى نكمل المشوار ده، والحمد لله وصلنا لغايه هنا يعني. طبعا اول مره لعبنا العاب الحقيقه دي كان يمكن في بدايه السيزون، وكنا مستنيين نشوف كل واحد بقى يسال اي حد عايز يساله عن اي حاجه عن حياته. يمكن كنا نعرف بعض معرفه بسيطه جدا قبل الاكاديمي. طبعا في ناس اكيد اتغيرت بعد ما دخلنا، في ناس بقت بترد ردود طبعا، اكيد كانت خايفه من الكاميرات، اكيد مش بتعامل بطبيعتها كالعاده. بس كانت يعني يعتقد اول مره لعبناها عدت على خير. مع الوقت لما قررنا اللعبه اكتر من مره يمكن حصل مشاكل بسيطه، حصل ان الناس قالت كلام زعل الناس، بس اعتقد احنا ما زعلناش من الصراحه يعني. اعتقد دي كانت حاجه بالنسبه لنا كويسه، عرفنا بيها بعض اكتر يعني. طبعا انا يمكن ما خرجتش ولا يعني ما بقتش ولا مره نوميني، ويمكن كان نفسي ان انا طبعا ادخل التوب 5. دخلت كذا مره. اول حاجه بالنسبه للتوب 5 طبعا انا بدات اشتغل عليه عشان خاطر اوصل للي انا عايزه، ان انا ابقى توب 1 يعني اكتر كمان من مره. عملت دوت، بس يمكن احنا كنا كتير في الاكاديمي في اول فتره، كان بصراحه كلنا كنا نستاهل، كان يمكن الاختيارات بتبقى صعبه، بس الحمد لله فضلت وراها لغايه ما وصلت ان انا ابقى توب 1 وكذا مره توب 2 توب 3 وتوب 4. فيمكن ده كان الحاجات اللي بسطاني جدا. عمري بقى ما من اول ما دخلت الاكاديمي ما بقتش نوميني، ده يمكن حاجه بالنسبه لي بسطتني جدا. كنت داخل ناوي ان انا يعني اشد حيلي جدا ان انا اوصل للفاينل، بس ما كنتش اتوقع ان ممكن الموضوع والمشوار يمشي من غير ولا مره نوميني، بس كنت بحلم بده عشان ما بيتكررش كتير عموما في اي سيزون ان حد يعدي يبقى ولا مره نوميني، والحمد لله وصلت له يعني الحمد لله. طبعا احلى بيرفورمانس بالنسبه لي كانت المحكمه، كنت انا وهايدي طبعا، بالنسبه لي كانت من اكتر الاغاني اللي انا حسيت ان انا اللي جوايا طلعته فيها صوتي اللي انا كنت عايز اوصله للناس من اول البرنامج. جالي الاغنيه اللي وصلتني ليها، ده اعتقد كان في البرنامج 14، كانت نقله بالنسبه لي كبيره جدا، ووصلت صوتي للناس وحبت الناس الاغنيه جدا، ويا رب يكونوا حبوا كل اللي انا عملته كمان في السيزون. تجربة ستار أكاديمي طبعا بالنسبة لي أكيد تجربة أنا مش هنساها، لأن هي بالنسبة لي حلم ومتعة وتسلية، وتعلمت منها كتير جدا وخبرة. أعتقد كل الكلام ده أنا كنت محتاجه الفترة اللي فاتت لقيته موجود في ستار أكاديمي. كان فيها شوية زعل، كان فيها شوية ستريس، كان فيها شوية ضغط، كل الكلام ده أكيد موجود، بس حلاوتها غطت على الحاجات اللي ممكن تكون ضايقتني فيها، وده اللي أنا كنت مستنيه من ستار أكاديمي.